الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الأزمة الخطيرة التي يمر بها. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عرض الرئيس السيسي مستجدات جهود مصر من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، والاتصالات التي تقوم بها في هذا الشأن مع الأطراف الفاعلة. كما أكد الرئيس السيسي على أهمية تفعيل المسار السياسي والحوار السلمي. من جانبه أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن بالغ القلق تجاه الأوضاع المتدهورة في السودان وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية، مشيرا إلى أهمية دور مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع. ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، متقدما بالشكر للرئيس السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم، معربا عن تطلعه لمزيد من القرارات المماثلة. جاء ذلك خلال الجلسة 23 لمجلس أمناء الحوار الوطني لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار خلال الموعد المقترح في 3 مايو المقبل. وذكر المجلس أنه بمناسبة الاستجابة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر، يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي. ودعا الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية. وثمن مجلس الأمناء جهود مصر في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم واستقبال الأشقاء السودانيين وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية. وصلت دفعة جديدة من المواطنين المصريين إلى مطار شرق القاهرة قادمين من السودان بعد أن نجحت السلطات المصرية في إجلائهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، موضحا أن عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان بلغ 2679 مواطنا حتى الآن. أعلن الجيش السوداني موافقته المبدئية على مبادرة منظمة إيجاد لتمديد الهدنة في السودان لإيجاد حل للأزمة الحالية. وفي بيان له قال الجيش السوداني أن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح برهان تسلم مبادرة منظمة الإيجاد. وأضاف البيان أنه تقرر تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات وحلول للأزمة الحالية، وتتلخص في تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية وإفادة ممثل واحد من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل 512 شخصا وأصابة 4193 آخرين جراء الأحداث الجارية بالبلاد منذ 15 من إبريل الجاري، ومن بينهم 169 حالة وفاة بولاية الخرطوم. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، ذكرت وزارة الصحة أن الخدمة الصحية مستقرة نسبيا، وبعض المستشفيات دخلت الخدمة بعد توقف، مشيرة إلى أنه تم التنسيق للإمداد الدوائي من منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات العاملة بالسودان. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن سلفه دونالد ترامب يشكل خطرا على الديمقراطية الأمريكية، وذلك غدا إعلان بايدن ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024.
وشدد بايدن على أن سنه البالغ 80 لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه، لأنه بحال جيدة ومتحمس بشأن آفاق الفوز بولاية ثانية. كان الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قد أعلن أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أنه يواجه سلسلة من الملفات القضائية. أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا أن بلاده تعتزم تسديد ثمن وارداتها الصينية باليوان بدلاً من الدولار الأمريكي. وخلال اجتماع مع السفير الصيني، قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني إن بلاده ستدفع جزءاً من وارداتها باليوان بما يساوي أكثر من مليار دولار الشهر المقبل، مؤكداً أن هذه الآلية ستحل محل استخدام احتياطات الأرجنتين المتناقصة من الدولار. ورياضيا، استعاد الزمالك انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، وذلك في المواجهة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة 19 للمسابقة. سجل هدف الزمالك اللقاء الوحيد مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول. بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري الممتاز، وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، و6 نقاط عن فيوتشر صاحب المرتبة الثانية، فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 30 نقطة في المركز 11. مشاهدينا، انتهى موجز أفهامنا، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.